كان أرعى هيكفرهم أرعى أقسم أرعى هيكفرهم والله العظيم هيكفرهم إن شاء الله. هي بكات عامه التيم لا لا و... تايني ايوه تايني معانا انا قلت لكم تايني هيلعب بيه زازو انا عارف لا قلت كيو كيو بيلعب بتايني سوري تينكر ولا ايه تينكر زازو ايوه عشان ايوه ايوه امجد قال هيختار تينكر شكله جريدي تيم ده تيم الفي اس اف ليجن فايثون جريدي قوي يعني مش عارف هيجيبوا مش منين يقوموا الهيروز دي كلها طبعا مش تنسوا تعملوا فولو الامجد وسبسكرايب لان هي نسبه من الفولوز دي والسبسكرايب يا ريت سبسكرايب بقى ونخلي عندنا شويه تويتش برايم تويتش برايم سبسكرايب ببلاش هتبذل مش تبذل مجهود دوس دوس حنينه سبسكرايب ورقيقه عشان تشوف امجد الزبادي بيقول البرايس بول 2 مليون صح 2 مليون ولا ولا 1.7 المركز الاول 1. المركز الاول 800000 المركز الثاني 300000 تقريبا حاجه كده انا المركز الثالث 150000 ماشي جود لك المركز الرابع 70 المركز الخامس للثامن 25000 دولار ايه المنظر ده كله ومن 9 ل 16 بص 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 ابن اللعيبه بص اللعيبه ده ايه ده ايه ده بص ابن اللعيبه سانكي البيت جمالك اسطوره هم ماشيين على تايني اوه ايوه استنى طيب استنى استنى كل سقف لازم كل سقف والله انت تعالوا بقى براحته براحتكم كده تعالوا هو كان عايز يقوم على الدور على فكره هو كان عايز لا 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 هو عايز يستنى يستنى الروكيت يلبس وبعد كده يستنى صح يا جماعه لا ناس تقيله والله العظيم ناس اندر ريتد بطريقه مخيفه يعني اس ان تي تيم تقيل جدا ان شاء الله انا شايف دول يعني انا شايف الميجر دي زي الميجر بتاع قول معايا امجد العيال اللي طلعوا الثاني في تي اي انا لا كنت بسمعهم انا كنت بشجعهم انا كنت بقول لكم ان هم جامدين فشخ مين مين في لا لا يا امجد الصين بتاع استنى مش الصين يا امجد الثانيه يا جدعان وينجز ال سي دي وينجز 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 انا بتكلم على قديم انا لا بتكلم على وينجز ارعى ارقد يا ارعى ارقد ايه ده وحش قوي ارعى دي فنقيت عليه ايه ده لا لا ده بج بج ايس فروج جيبوا ايس فروج هنا بسرعه لعين وصابته الله يعرفكم وصابته ايس فروج ريبورت لا هو اللي استناه نازله تحت هي بس على فكره عيني لا لا انا اديته عين انا عندي مشكله في الموضوع ده استناه ليفل 1 يا انا بلعب شريف عندي أنا شريف عندي مشكله ودي جاب كلايه اهو انا بكسر حاجات بعيني لا هبقى اوريكم حاجه زمان عشان كده لابس نظارات شريف عشان كنت بتفرج على الشاود النهارده انا والناس قاعدين في الاول بتفرج على الشاود بقول لهم الشاود ده يا جدعان في هنا ورفعت ايدي فوق قلت لهم ده في ليفل فوق رفعت ايدي كده مات لسه بقول مات ومات الجيم اللي بعديه واللي بعديه قعد ساعه فالناس قامت من جنبي يعني الناس مشيت وقاموا بقى بالراحه كده قعد يستيكوا مشي وكان في واحد بياكل بيتزا راح توقع قدامي كنت انا جاي ف انا ممكن ابهدل لكم الدنيا يعني ممكن انا ممكن اقرع على التيم الثاني بقى يعني بس اقرع اهو الدنيا زي الفل بص يو هاف تو بليف وتايني الراجل بيتشل عندهم عادي جدا امجد احنا اتشهرنا امجد ان الستريم الستريم موجود على الويب سايت عشان غيره فالستريم بتاعك موجود على الويب سايت يا سلام لا بجد والله اه والله الستريم بتاعك موجود على على جوزو جيمر ثانيه مش على جوزو نايس امجد برضو راجل تينج توين وات مش عارف طيب هنشوف الكومنتس بتاعت الناس لو يعني الكومنتس ما اعتقدش ان في حد هنا اصلا بس احنا قعدنا نقول اني بادي سبيك انجلش فما فيش حد عبر يا جماعه ممكن الناس اللي بتتفرج علينا لو ناس بتتكلم بالعربي يعني والمصري يكتبوا مثلا اي حاجه جمله كلمه مثلا هو زبادي اكتر واحد اكتر ممكن نكتب بحبك يا امجد او guys if you speak Ruski press 1 that's the third kill for Udi hot lane في حد كان اترفع فوق في رودي راجل لا الحق صاحبك يا استاذ مش مبوله هي انت رايح شكرا يا جوكي يا جود لك اس ان دي ركز ميد اي حاجه ركز ميد لا ناس الحمد لله عندنا اصل انا مش قلقان على ميد قوي لان ميد زازو قدام قدام شادو فيند في الشخو يعني ايه في الشخ شادو فيند انا عامل زازو وحش تنكر بتاع زازو وحش يا عم انت جاي ما بعرفش استنى
يا عم انا مش عارف اقول، ما هو كويس هيموت، هتقعد تقول انت اللي قريت عليه، فانا ما يعني اهو مات اهو مات. لا وحش وحش والله، ما بيعرفش يلعب، ما حدش يلعب. شهيد شهيد باذن الله. ماشي عامة هو سبيس سبيس بودي بيقول لك بحبك يا امجد حبيبي يا زباد. عايز تثبت انت بتحبك تعمل له سبسكرايب، تعمل له فولو، تعمل له ستريم، حتى عيلتك كلها تتفرج على الستريم. طب طبعا احنا بنعمل اي حاجه غير ان احنا نتكلم عن جيم اصلا. يا جماعه خلينا طب ما اجيب النت وص كده يا امجد اول. ما انا بجيبها بجيبها. خلينا نقلل الكلام شويه بقى ونتفرج على الجيم. يلا. لا ما هو انت لازم تتكلم عشان الناس هتنام، الناس اصلا شكلها لا ما بيناموش ما تخافش. طب في كام واحد مطبق طايب من امبارح يا جماعه؟ مين صاحي كده كده؟ انا طبعا كلنا مطبقين. طب انا مطبق برضه فلازم انا سهله. طب ماشي. عامه تايني عامل الكاتا اوف لين، جايب كريبس وعامل ديناي ومغلبهم. انا عاجبني ريت كينج قاعد تريح فور. انا ما بحبش الجيم الاول فيها رودي قايم دي. ايه ده انا على لا ان شاء الله يوم في الاول وفي الاخر. تايني في تو في كان جاي توب كان جاي توب. تايني قاعد مع عامل فيهم عرفهم في عشتهم مقرف. هم اللي عايزين يعملوا يقعدوا يقرفوا في السيف لين. تايني ما بيموتش. الله ارعى والله العظيم برنس. الله 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 جيبه. ايوه نايس. في شوال الله مصر نايمه والله العظيم يا ابني برنس ايزي. العظيم وتوس كمان. يلا يا جماعه ثواني ثواني ثانيه واحده ثانيه واحده نهدى بس اهدا اهدا. انا متابع رودي هرب. ايوه وبات رايدر برضو ما بياكلش عيش. وبوب بعمل كلتش تي بي والدنيا في الامن مستقر. يا انت ليه عملت كده؟ عشان هو بيهني بويز عندهم على فكره. عمرو مجدي عنده ميد ترم بيتفرج علينا من الجامعه. مش سيء قوي يا عمرو. لا والله عمرو يا رب تنجح يا اسطى، يا رب تقفل كل الامتحانات ان شاء الله. امين. ده هم بيلاجوا يا امجد. لا على فكره اني وان لاجينج عندهم ما هو دوتا تي في تشاينا بوت ليج سيرفرز. فقشطه يا جماعه وورلد لاج سيرفرز لاج اس ان دي امجد عثمان نيفر نيفر ليج. احنا الحمد لله لسه طالع النبي جامدين قوي. هم اللي بيلاجوا ما هو عشان الصين والله بقى. يعني مش فاهم بيستريموا من اللي بي يعني بيهوستوا الهجيم في الحمام دول ولا ايه؟ لا هو ظبط اهو. مش قوي. ايه ده الكوره دي ايه ده؟ تذكر الكوره دي لاجت كتير. هي عشان بس يا كيمو سلايس اند دايس اهد. يعني احنا جايين في الكلات ريس كينج اعلى هالست هيتس وبعديه تايني. لا انا مخنوق من اللاج اللي عندهم ده. مش صحيح صحيح فيكسوه. طب امجد ما تشيل الشات اوفر ليه ده من الصحيح؟ شلته خلاص والله. امال ليه ايه ده؟ ظاهر عندي. الشات اوفر ليه؟ يعني ممكن تخلي فولورز بس. لا انا شايف يا امجد الفولورز ما شاء الله يعني. لا طب احنا الكوميشن بتاعي بقى امجد. الشات في اللعبة مبجة صح؟ انا شايف ويف تينكر راحت. ايوه كل حاجة مبجة كلها. يا نهار ابيض يا جماعة. طب ليه الجيم مش بتبج قبل جيبتني؟ ليه الجيم بتاعنا بيبج؟ لا بتبج هي قاعده بتبج طول الوقت معايا ومع امجد. احنا مستهدفين يا جماعه، احنا مستهدفين. لا يا عم مفيش حاجه. دول العالم الثالث دول العالم الثالث مش عايزيننا نظهر. صل على النبي. هم اساسا يعني انا عايز اقول لك انا بشوف قاعد بشوف بوب و ريف. سوري اهلا بك. انا مقصر. سوري ده صديقي على فكره، ده صديقي الجامعه يعني. ده شريف. ايوه لا انت ما تعرفوش. ما اعرفش تعرفه ولا لا، بس ما اعتقدش تعرفه. انا مش فاهم اعمل ايه. طيب يا جماعه الراجل اللي عندهم ده خلاص سيبه بقى كده، هنعمل ايه؟ وكريم سويلم اسن دي اولوز لاج يا كريم. لا هلو ده من معكم بيزا لو سمحت. كريم سويلم احنا عارفين عنوانك. عارفينك انت فين وهنجيبك. ده ايه ده كومزي؟ انت ايه كومزي كل ده كنت نايم ولا ايه يا جدعان؟ خلينا بقى على نفسي. معكم زي صديق الصدوق لميتيور بوب اقوى بادج في العالم. طب دي كده دي كده يعني ان واتشبل وان يا مجد بقى كفايه واينج. ام جاست واتش بيك بيكس ما كل الناس ده بيلاج على كله على فكره يا جماعه تقريبا. اس اف كيلينج سبري.
ملهاش علاقه بالكونتري ده، مش من عندنا احنا، ده من دوتا نفسهم احنا. طب احنا شادفين كده دونت فيد ذا ترول زي ما هو. انا مش عاجبني نت هورت يا امجد، يعني صحيح ريت كينج توب في عندهم زي ريت كينج قايم ريت كينج اعلى لاست هيتس واعلى ليفل واعلى كل حاجه واعلى نت وورت. ده هي بس تنكر واقع شويه ولا ده عادي؟ اه تنكر واقع شويه. لا عادي 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 والله. لا تنكر عادي، هو قدام واقفين له مد. هو اعتقد وقع عشان الكلايه عشان الكلايه اللي شادو فين دي تريبل كيل دي لو سوري. اه بصراحه انا مش شايف حاجه، مش عارف يعني او ما كناش شايفين حاجه. هو ظبط دلوقتي كويس دلوقتي ظبط. هم الناس بيلاج ان جيم برضه زبادي، هو بيلاج مش من هنا، مش من الستريم ده، من عندهم. كل حاجه بقى نحطها على. طب يا جماعه خفوا كلام شويه لو سمحتوا عشان طلع ناس. امجد الناس مطبقه امجد لازم خلينا نصح نرغي نهري نهري في اي حاجه في الجيم. طيب نرغي في الجيم. لا احنا احنا هنزيد يعني جبنا كلها نقعد خلاص ماشي. هو بين بين اي اف كي مد ده بيعرف بيعرف تنكر صح معايا ايه؟ مفيش ايتمات، محدش جايب ايتمات لسه جامده يعني. بس زبادي لو جيت اتفرجت ان جيم هيبقى بيلاك برضو. اه زبادي انا شرحت لك وده يثبت لكم ان لو اس ان دي حصل فيه لاج فده حاجه طبيعيه. الناس كلها بتلاج، فاحنا يعني جزء من الكوكب، جزء لا يتجزا. وغير احنا في مصر يا جماعه، اماره يا مصر احسن بلد في مصر. طب ايه ده؟ لا جنجا مش لطيفه دي، حلوه دي يعني. ف هي كانت بس هو سبيس كرييتد ريس كينج مور لاست هيتس مور نت وورث ايزي. امجد انا ممكن اقطع هيك اقطع. ايه ده سانكينج؟ ايه ده ليه كده؟ اس اف عادي عادي. شفت تاسك ده؟ اه اجري على اتش بي. امجد في اقتراح يعني بيقترحوا ميكس انتر ان انت تحرك الفولو اليرت فوق شويه وتلغي التشات اوفرلاي طالع ده. لغيت التشات ده ولسه موجود؟ لسه موجود والله يا امجد. والتشات الفولو ممكن تخليها فوق شويه جنب بين السبيكتيتورز والبيكس فوق فاهم؟ او ممكن تقفل الستريم خالص اتفرج. لا اكيد مش بيلاج يا شريف ان شاء الله يعني. لا مش بيلاج يا شريف. لا لا ده لاج بس في عشان مش عارف اش مش مشكله. هو كده كده ترانسبيرنت. وايوه ايوه رودي واقف بطل اسطوره يا دين النبي. ايه الحلاوه دي يا عم؟ عايزين نتفرج يا عم. يا عم مش عارفه انا انتوا بتطلبوا حاجات كتير. كل واحد بقى يطلب حاجات كتير دلوقتي يا جدعان. الاوفر لاي اللي هي دي كانت معموله للببجي، ما كانتش معموله للدوتا. فجاه عملنا دوتا. بس انا بقى هنشوف. هو متى في اتنين ماتوا غيروا بقى التاسك كمان بي ام اي؟ معلش خلاص سيبني بقى اتصرف. خلاص 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 يا جماعه خليها بعد كده. وفي ميد تنكر اختصبوه. لا حول ولا قوه الا بالله. بس ريث كينج انت ما شفتوش فاتتكم بلاي؟ فاتتكم بلاي قويه تحت بطل. تعرف يا امجد بقى حرام عليك يا امجد بقى. عامله دايركت ده يا عم. دايركت دي يا عم. ما... او ده مين الماده ده؟ ايه ده؟ ده بين 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 ده مورف اي اكس مايك تراش كيك. هو ال اه امجد مالتي تاب فاعتقد عشان كده اللعبه بتقيس شويه. طيب هو حاليا النت وورث بتاع ريد كينج توب نت وورث قايم يا بعد كده. ايه ده ايه ده تنكر ايه ده؟ طيب هو مش راضي يا جماعه. بس يا الشات مش شغال دلوقتي. سيبوه بقى سيبوه الشات زي ما هو كده خلاص. بعدين كبر دماغك كبر دماغك يا امجد بعد ما تشوف بقى الموضوع ده بعدين. يا شريف عادي هو ماسكين تنكر ما بيعملوش حاجه في حياتهم غير ان هم قاعدين بيجروا راف الماب. صح؟ القصة كلها اه عادي هو مستكين له. القصة كلها بقى ان هو تينكر ده الوحيد اللي يعني هو كده كده عايز بوتس اوف ترافل. ده ريد كينج برضه مات كوميتو عليه التي وشادو فين جاب كلاية على تينكر ميد. هما روتيتو ما هما بص عملوا اباندن لتوب. بص ساند كينج وتايني الجيم في ايد. انا مش عاجبني الروتيشن بتاع ساند كينج. لا ما تقلقش ما تقلقش ما تقلقش. بس اعتقد هو بيلعب بيدي بيفارم داجر او بيلعب سيف. هو يا هو يا خلي بالك يا توس في الصنايع هيجيبوا كاست التي دوكومنتد عليه كل حاجه حلوه قوي قوي قوي. حلو الكلام ده عجبني انا البلاي اتعملت فول حلو قوي. تيم لافايثن مش تيم بي كي بيز ف
فاول الجيم قشطه تيم اس ان دي هيتحط عليه شويه، بس بعدين على طول اول لما يجيبوا الدجرات وبتاع الفزك الفزك يعني جرح يعني. لا لا ده انا فاهم، انا بهزر معاك. ده ماشي صباح الفل. انا بس يعني ايه، لا انا بهزر. اس ان دي هي هيقوموا بالجيم قدام هو يعني. هو عشان الجيم بس يبقى بالانس، فهم سايب لهم شويه كده. نايس يا جماعه على فكره بزياده والله يعني الجيم في ايد اس ان دي تماما. هو تنكر بس عادي بيقوم غصب عني. يعني انا بلعب تنكر، نايس تنكر قوي قوي قوي، نايس قوي. تمام سان كينج دبل ستان التي حلو قوي. تايني مات شريف انت مأخر شويه. شريف ما تحكي في حاجه ثانيه. اعمل ريفرش ما تتكلم، ما تعملش ريفرش، تخش تتفرج على الجيم ان جيم عشان تطلع من الستريم. خلاص خلاص انا 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 علقت عليه فاهم. يعني مثلا عاجبني لون الميه مثلا، عشان مثلا قاعد حزين حاجات اللي هي لا مفيش ستريم التاني بقى. في ستريم عايز ستريم اطلع انت، روح انت ستريم. خلاص واحد واحد اسمه ميكس مش عارف مين يكون في البدايه ما يعرفش. بس اقول له كده امجد والله، بس حدش ضرب على ايده يبقى هنا بتاعي. بس كنت مكسوف والله. اه يا عم اس ان دي كسبانه فايتايه اهو، جابوا تذكر في شوال وبين في شوال، وجاي جايرو بيطلع بيجري زي النوب. طيني بس انا وايتس في كل حته يا جدعان، وايتس في كل حته، بس في كل حته. هو عادي الايرلي جيم هيقرفوهم شويه، بس اول لما الجيم يوصل لمرحله ان يبقى في داجرز، تيم لافايثن مش تيم بي كي بيز ما عدا جايرو. ويعني جايرو قدامه بدل الهيرو ثلاثه ممكن يقفوا في وشه ويقرفوه يعني. بس امجد اللي انا بعمله على فكره صح، متعلق بالستريم بتاعك. في ناس كتير 70 بالالاف بيتفرجوا على الستريم. ناس في الشغل، ناس في الشغل، في جامعات، في الحضانات، ناس بترضع مش عارفين يفتحوا، ما عندهمش، ناس ما عندهاش اصلا بي سي يفتحوا دوتا. انت لازم تراعي عامه الناس كلها. فانا صح من الاخر يعني، انا لما بعمل صح لازم اعلق من الجيم، وانتوا اللي سابقيني مش عارف ليه. عشان احنا بنتفرج على الجيم. انا اقنعتكم، اقنعتكم بطريقه، اقنعتكم بطريقه. انت قاعد على بي سي؟ طلع النبي 50، طلع النبي كده عندي عندي 54. مش عاجبني كده. كده 3 2 2 كده. اس اف بقى زور بيح. بس انا ستيل يعني ارعى اسطوره بسم الله ما شاء الله يعني. شادو عملت يعني نايس بلايز والله، ارعى والت كيو كيو عاملين حته الدين كله. معوش معوش كيف معوش كل ده، بس كان معاه بس السلو بتاع الكيو بتاعت بات رايدر بتقل التيرن ريت، فمع بالها ما يلف ويستنى بتاخد وقت على الطبيعي يعني. هو زازو فعلا طس سانكي ضحى بيه كده. زازو بيلعب بتنكر و... زازو ده سوري تايني تايني ايه ده، مين تايني؟ هات كيو كيو مغلاوي. هو تقريبا بوب طلع له صوت من مناخيره. لا هو كان ساند كينج كان معاه اسطنايه. هي القصه كلها ان بات رايدر عمل اسمها ايه، عنده قاعد يعمل سلو، فالسلو ده بيقلل التيرن ريت، فساند كينج كان معمول له طص بظهره. ايوه ايوه. ففي تيرن ريت مع بالها ما يلف ويستنى تاخد وقت ما حسبهاش عادي. انا هقطعك في شيف سولي، بيقول لك انا في الشغل في دوله تانية وقاره تانية ومجره تانية وديره تانية، وانت على حق يا شيري عشان بس تسمعوا كلامي وتتعلقوا من الستريم. حبيبي ادخل ادخل الجيم معانا، شغل الجيم وعلق على الستريم. طب والناس اللي بتتفرج على الستريم، اللي بيتفرجوا على الستريم يا امجد، ما هو هيبقى صوتنا بيتفرجوا على الستريم، صوتنا بيطلع معاهم بالظبط. انت عشان داخل ديسكورد يا شريف مالك. خليني اقطعك يا شريف واقول لك ان انت بالك كتير صحي. انت لو قدامك بي سي افتح دوتا 2 تتفرج ان جيم، هتبقى بتتفرج على نفس السرعه اللي احنا بنتفرج عليها. والناس اللي بتتفرج على الستريم بقى نهار اسود. انت بتتكلم على الصوت اللي بيطلع. لا ده مش ممكن، ده جدا عليها بس بكام ثانيه، فبيبقى بنفس البيس بتاع اللعبه. واحده انت فعلا مش فاهم، انت فعلا مش فاهم احنا بنقول ايه. لا مش فاهم. انت بتتكلم، انت بتتكلم من ديسكورد، وديسكورد طالع على الستريم بدري مع الستريم بتاعي. اوكي بس... اوكي اولا لا اوكي اولا لا جت سليمه. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ افتح الجيم من اللعبه. افتح الجيم وكلم على الجيم، ما تتفرجش على الستريم. طب لو مش بتفضل اللعبه على لا بص كده يا شريف، انت نسكافيه ولا قهوه تركي؟ قهوه تركي. طب انا في ناس في اللونج مشغلين الجيم، ممكن اتفرج عليهم؟ لا ما هي ايه ده، اس كي راح فين؟ الله يا دين. انا عامل حته دين جوك فوق، هرب من اس اف. ماشي تعالوا. سوبر رود
اهرب ببطل. ايه ده ايه ده ايه ده ايوه لا يا تذكر انقذوا من الكلب. الله لا 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 مش كده. This is too much. Too good. لا 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 ده مش عارف يخش على القرعة. ده لو اخل على القرعة هيفرقع كريبت فيهم. ده قرعة وطيني فروم بيلعبوا لعب ابن لزينة. سانكي عمل صناعة حلو قوي التلاتة. انت شريف انت لو يعني انت لو يعني احنا مركزين في الجيم. لا يعني الجيم ده بيلعبوا يعني انا بتفرج بس مش معلق عشان ما بوصل يعني انا بتفرج على التيم. عادي يا شيء ايزي جيم ايزي لايف والدنيا في السليم. بي ام اي بس بوزيتيف منتال اتيتيود. جال امجد لو كسبنا الجيم ده امجد هيعمل جيف اواي ب $100 ل الهاكر. لو اس ان دي كسبت لو وصلت على بس بس في الحته دي لو لو, لو اكتب بحبك يا امجد بصوت عالي. اكتب بصوت عالي كده وتخش سحب على $100 لو اس ان دي كسبت. لا اسمه قرعه قرعه ده فيري فيمس قرعه 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 قرعه. هو قرعه دي طبعا من قرع الغنم يعني رعايه الغنم فهو بيلعب مع غنم بيرعاهم. ما تطلعش عليه اشعار. انا ما بهزرش والله انا سالت ما بهزرش. لا طبعا اهبل اكيد. لا لما يجي لما بهزرش لما يجي اساله. ايوه ما هو قرع ترول قرع بيحب يترول. ايوه بيترولك مش اكتر. ارعى 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 من انا بهزرش. لما يجي يا جماعه ان شاء الله مصر خلاص ماشي تاخد معاه ابوينت كده الولد هيبقى مشهور وخلاص هيبقى معاه ملايين. اكسكلوسيف اكسكلوسيف كده هنعمله انترفيو في اس ان دي ونساله عن سر الاسم. هل هو جاي من ارعى اللي احنا عارفينها ولا من ارعى اللي مش عارفينها؟ او ممكن يكون ارعى يا شريف عادي. لا بص انت كده فايتايا صعب. فايتايا جابوا بين في شوال ايزي والله استمر الهجوم. جابوا جارو اس كي بي هيز نو بي كي بي نو بي كي بي نو جيم دبل واس اف بقى بص ريتارد اهو رودي مسكو بفتك اجري يلا اجري اجري نايس ترافل نايس داجر ران مور بليز بص عامل تي بي ارعى والنبي والنبي ارعى ارعى. انا عاجبني عاجبني الجيم ماشي حلو كده. بقول لك يا هي هو الدراب اللي بيدرافت ده برنس برنس والله بص ماشبك اشوف أيوة بص ماشبك اجيب سكين يا اخر بتاع 10 ثواني ما انا مش قادر او ما مش عارف معلقش الصراحه استحملوني يا جماعه. عادي 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 شيء سوري جود الجيم مزورز. انا شايف الليت جيم معانا جدا جدا. تينكر ليت جيم فشخ دي انا شايفه من هيروز اللي فعلا طفش معاها حاجه خالص. بس اف ورا بيجيب اس اف بقى ايه الحمد لله نوب بيعمل بداية الماجيكال دامج. كويس حلو خليه كده خليه كده خليه كده بقى ايه. لا اعتقد هم عايزين يخلصوا عايزين يخلصوا الجيم بدري. دي الفكره يعني ما هم مش هيروز بي كي بي ما هم هيجيبوا فلوس منين؟ مش هيعرفوا يبوشوا هاي جراوند قدام تينك ريس كينج ايه ايه تايني ساند كينج من غير بي كي بي وهم معهمش فلوس يجيبوا بي كي بي. دي انتي بي كي بي لاين اب خليهم يجيبوا اللي يجيبوه مش عارف هيطلعوا هاي جراوند الا لو بمعنى الكلمه التيم اس ان دي نط في وشهم و 3 2 2 يعني ما اعتقدش ان ده هيحصل ان شاء الله ان شاء الله. واس ده اف ده لما يموت وهيموت هياخدوا كميه فلوس عليه ثروه. ايوه رودي بص بص كريت بقى كريت كريت خلاص كال. لا انا مش عاجبني طبعا بس لا يقدروا يعملوا معاهم اس هو هو رودي ب يعني ايه ده هو فيه ديسنجيج تماما. طب نايس 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 الحمد لله. بس على فكره بوب بيعمل شويه هيفي ليفتنج من ناحيه السبورت والله بيسف التراب. هو الوحيد اللي بيشتري كل حاجه وبيضحي بنفسه وبيديفيو او بيورد ودي وورد والتاته يعني مش وحشه خالص اون بوينت. لا بوب خبره برضو بوب بيلعب دوتا من هو عنده بوب ده برنس برنس انا ما بهزرش يا جماعه بوب ده من اوائل الناس اللي ابتدت تلعب دوتا في مصر يعني هو عيل صغير انا فاكر في الزون ما كانش بيطول الكيبورد. لا بدون ذكر لا صح ذكر اسماء. طيب if you guys looking for an English let us know we can yes we can يعني ممكن اقولهم بالعربي لو عايزين English اكتبوا لنا كومنت فعمركم هتكتبوا كومنت لان انا مشي فرن جيمنج سوفت
طب امجد انا بدور، انا بدور عليه في جوز الجيم، ادور فين؟ عايز اشوف ايه ده يا تايني ده؟ لبياثن على، استنى شريف هبعتها لك على ايوه جيبوا اس اف يا رب اقتلوا اس اف. لا بلينك يا ابن اللذينه، بس برضه عادي. بص تايني، بص والنبي، بص الت كيو كيو واقف يعني فورس التي بين، يا رب يديسنجج ويجو. اوه نايس قرعه. رودي ما بيهزرش، رودي يا اس اف ده ما بيموتش نكل. بلينك بس شكرا والله ورث شالوا ضيعوا على فكره والله، هي اتسمت رف تايم دي 10 دقايق هتلاقيها بتجيب هاي جراوند ان شاء الله ان شاء الله. شريف صولي عايز تعليق سيني. تشاينا نمبر 1، تشاينا نمبر 1 نيهاو. بس خلاص ده كده جاكي شان بروسلي. بعت لك يا شريف اللينك على ديسكورد بتاع الستريم اللي هو على جوسو جيم. وبعت لي انا كمان. لسه اتفضل ايفان. رودي حاطط معايا عايز اشتري ريديانس على فكره. البيتس على جوزو 61% اس ان دي 39%. عارف إيه يا عارف يا شريف، انا يا جدعان قلت لكم والله ليفايثن دول تراش، ما حدش صدقني والله العظيم بهزر. انا مش البيتس يا امجد 61% اس ان دي. انت عارف قبل الجيم كانت 3% اس ان دي. قدام قدام الناس دخلت شافت العلقه اللي خدوها السويد قال لك لا الناس لا، بس كانت 3% عشان حاجه يا شريف، عشان جروك ده بيستريم وبوبيلر فشخ، لما بيخش ستريم في دوتا هو بيبقى توب ستريمر انجلش ستريمر. لا اقول لك هي جت ازاي، اقول لك اذا انا كنت انا واحد عايش في استراليا ما اعرفش مين اسم، لقيت عالم مصر قعدت سيرش على العالم ده، لقيت ده عالم ثالث مجاعه قاعدين في الجمال في الصحراء. طيب يبقى فوت على التيم الثاني، ما يعرفوش بقى الناس دي ما بتتحركش. وجهه نظر برضو فايب الثيوري. استنى بقى في تيم فايت جايه اسمه كايا من اس ان دي. هوبا هوبا تايني داخل والنبي. ايوه ولد حد يقرب توسه ولا ولا بلا. لا بيكي بي اجري الناحيه الثانيه شوف طريق بيزا منين. هم ما شافوش بيكي بي مش اكتر، ما شافوش اتاخروا قوي، ما شافوش البي كي بي بتاعت اس اف. بقول لك هي مسات بي كي بي بس. بص بقى رودي جه، رودي جه صفط فتلزق فاهم. رودي هاب بص بقى فوكس تينكر مور، هو اساسا ما عندوش مشكله. رودي بقى طلقوه فاهم، هو لاتز دوج هو لاتز رودي اوت والله هيموت ويصحى تاني وهيعمل لهم كلش. بس مو ايوه وبوب وصل فاهم، اللي هو كان عندهم امل ان هم يموتوه بس مفيش. لا نهوب ديسبير. ايوه ارم للتوج الاسطوري بطه. جايرو كمان مات. ليز اف اف مات. تينكر باي باك اسطوريه. نايس بص نايس بقى تينكر نايس باي باك نايس 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 بلاي ده يا ولاد. خلص الجيم. الله الله يا جماعه، يا جماعه درافتنج اسطوري يا جماعه. انا مبسوط. لا انا متكيف، انا متكيف الصراحه. درافتنج اسطوري. لا توت عنخ امون، هي مش 3-2 ده الدرافت بتاع اس ان دي بتعتمد على ان هم ايرلي جيم هيقرفوا السيف لين، بحس ان جايرو ما بيبقاش عنده فيزيكال دامج قدام تايني وريث كينج وتينك. يا باشا انا رودي مكيفني الصراحه، راجل بيلعب حلو كده ويعني تينكر واخد. انا صراحه صعب عليا زازو هم خالص خالص. ده هو ده تينكر، ده تينكر البريزنس بتاعه ان هو يعمل لو قام هيكسب الجيم. وعجبني والله بغلاوي دخل فورس البي كي بي صحيح، هو راح شهيد فتح. لا هم ما شافوش، هم ما شافوش بي كي بي. لو كان شاف البي كي بي كان توس عمل توس الاس اف على على اس كي عشان يتشين ستان فاهم، كان هم ما شافوش البي كي بي. لا ازاي يعني مش مين اللي قصدك مش بي كي بي؟ يعني هم دخلوا اساسا ما شافوش بي كي بي على اس اف، يعني هو كان اشتراها فوق يعني هو ممكن يكون كل لسه كمان. اوكي اوكي فهمت قصدك. لا ما خدتش بالي من دي كويس. لا ما اعتقدش لان ايوه ما هو لا كان معاه توس، كان معاه اخي قصدي كان قرب خلص من هون قرب في الدخل. بص خلص الصوره ثانية واحدة. ايوه ايوه اخيرا من لا كل تاخير في سانجي كينج كان بيتشانل الالتي عشان يقتله على طول او يعني كان بدري من
سوري من قلت كيك. طيب هو ال طب ما تورينا الجراف كده امجد عامل ازاي بتاع النتورك. لا جراف اللي هو بيكمبير اوفرول تيم. الجراف يا سيدي نت ورث ناحيه ليفايثن. بس انا بقول لك اهو او انا ممكن اكون عشان بتفرج على الريبلاي من الاول. بس انا بقول لك يا شريف هيكسبوا الجيم ده كمان 10 دقايق مثلا ان شاء الله. يعني الشريف سوري بيسال الفريق ده من اي حته من نورث امريكا يا شريف؟ لا يا امجد انا كنت صح او يعني بمعنى صح هم ما شافوش البي كي بي وكانت التوس موجوده والله. عادي ما هي دي ما دي يعني هي دي اوبورتونيتي. هم كسبوا فايتها كده كده بس هي الاوبورتونيتي اللي هي كانت قدامهم دي كانت نادره اساسا. فيعني مش حتى التوب بلايرز ما يعرفش يعملوا ايه. هو تايني تايني مات بطريقه غريبه فوق فيسا. صح مات تايني مات بطريقه غريبه بس اكيد برضو ده كان ميس كوميونيكيشن. هو الحاجه الكويسه لا مش كوميونيكيشن ده لوحده ده هي الحاجه الوحيده الكويسه بس في موضوع ان شادفين فتح بي كي بي. كومنت غير كده هو غريب. شريف سولي يعني هم سيس بس مش قوي. بس سيس تايني ما ماتش يا شريف. تايني اخد 4 تي بي وخلى التيم كله يباك من بوت ده مفرصه 4 تي بي. هو شهيد قصدك انت تقول هو شهيد. شهيد بدبر اسطوره ده يعني ويل بليت. هو بيأخر بس البوش مش اكتر. ماشي اوكي اه زيرو مع بي كي بي فورس ومد. هي ما هيش هيعرفوا يخلصوا الجيم قدام ما هي بي كي بي هتوصل 3 ثواني. هو سان كينج ده عمل التي في داجر ولا 4 ثواني وخلاص. غيره فتح بي كي بي مد. شايف فايت مد. ايوه 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 تضيع ما اتس ماتر اوف تايم يا اوكي اوكي ما تخافش. وكمان رودي هيفورس لا هيفورس حد في التيم التاني يجيب ام كي بي وتاسك تاسك اتزنق كده كده في فريك اللي خدناه دلوقتي. صح كده صح كده على طول. بص بقى يعني تنكر معايا صحيح تنكر معوش باي باك هم عشان كده بيفرصوا تلاقيهم تنكر قاعد بيفرملس عايز يجيب اجن تقريبا هو عشان عمل باي باك في الفايت بتاع الشراين ده. هو اتس الجيم ده سلو لو سلو لوس لليفايثن ان شاء الله يعني ان شاء الله. لان التايني ده تايني بيسكيل ساندي كينج مورف ايه الليد جيم هيضرب قلت على جيرو هاف اتش بي اساسا بال لو ليد جيم يعني. وريت كينج مفيش اخ يعني ما هيرو عايز الحرق اساسا بيبقى ليد جيم قوي جدا غير تنكر. لا 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 ان شاء الله ان شاء الله. وين هو ريت كينج جاب ريديانس في قد ايه؟ جابها لاست بعد بعد الاملت والبليد مير مش وحشه خالص لان هو انا شايف ان هو مفيش انسر ما عندهمش فيزيكال دامج يعني عارف انت شريف مفيش حد في التيم التاني يقتله بضرب ايد. ايوه ايوه لازم ينيكو. اوه نايس قول بريدنج شايف في تقليه مد. انت محدش عارف يعمل معاه حاجه. بص واقف 1 اتش بي واقف 1 اتش بي عادي اللي هيجي هياخد على عينه والله. هو ريس كينج نايس ارملت. هو رودي بحس عنده مشكله في الارمل بس اعتقد ان هو عالجها يعني كان عنده سنين مشكله في الارمل كوجا غلط اللي هي عشان اتعمل لها في اتعمل لها نرف كذا مره ما عرفش هو يتعامل مع نرف. هوبا لا لا سعيد بهلول ايزي يا رب بقى كده يجيب بقى جيرو ولا هنباك تقريبا خلاص كده كبش الفدا. يلا خلاص اه كده ما هم فبيكي بي, بي كل دي تشارجات بيكي بي كل دي تشارجات بيكي بي. انا الماتش اب دي اصلا الماتش اب دي انا عارفها كويس. لا تيم يبقاش تيم لازم تفرص يشتري بي كي بي يشتري بي كي بي ويضيع التشارجز قدام بقى تنكر. انت مش هيبقى كفايه 5 ثواني يعني هم كان لازم يخلصوا الجيم في الويندو بتاع تنكر. ما يسوي الدي بي اللي عمله بوب بوب هيف ليفتر يعني. سوري هو تقريبا قصده انا في التليفون عادي عندي حياة. متأسفين متأسفين استاذ عمرو. لا يا امجد ايه اتكلم قدامنا تسمعنا مكالمة شاركنا حياتك يعني. دخلنا حياتك يا مين ده كنت بكلم مين يا امجد؟ المهم ان احنا كنا بنتفرج على الجيم ثلاثة فجأة بقى عندنا 126 بني
جايرو بيجيب جايرو جاب روسو. الحمد لله باور اوف انفلونسرز يا مجد. الحمد لله انا دفعت للناس 2 جنيه انا بس كل واحد. طب قرع هيموت ولا هيعيش؟ لا هيهرب. هي خلاص ده مين اللي بيرسم على الماب؟ ده السيف اللي بيرسم على الماب بيقول لهم بيه. ده معوش هو تقريبا قرع. لو انت عايز تعلم واحد تقول انت عملتها معاك او انت عملت معاه جلاشه ده اللي عمله قرع في الفايت يعني هو فشخه. انا بس مشكله الجيم ده ممكن يوصل لو بات رايدر جاب بي كي بي بقى ساعتها كده الجيم يبهوى شويه. لو مين جاب بي كي بي بات رايدر بيقفلها قدامه لسه مصر الهامر والرسيت يعني. بس الرسيت هو اهم حاجه ما يقفش في الايز مش اهم حاجه. ما جبتش ما اخدوا رشوان دي مش حاجه حلوه. بوب هيعمل ايه؟ هيفش السيف. الكلب جاب لينكن جيم دليت بتاع اس ان دي بس يوصلوا ليت جيم بقى ان كده الدنيا هتبقى مش لطيفه. هو الجيم ده فيه كميه كايتنج من تو تيمز. هو ليه قلت كيك يعمل كانت فوق بالنسبه له بس هو كان لازم يفضل ماشي قدام. اوه نايس تانكينج. ايوه ما هو عاش بي بيت كان تقريبا. شوف والله يلا جيب بقى الواد ده في شوال والنبي مقرف. ايوه يا كيك زر الله. صواريخ نايس. صواريخ العيد. صواريخ العيد نو نايس ايجس. بص فايت وفايتها بي. ايوه ايه ده كله. انا بتفرج 10 ثواني عيش يا مشكلة. ضربوا 900 بي كي بي. يلا فاضل كام؟ يلا قربت تخلط. السيف ما بقاش مع بي كي بي بس ليفل 25 يا دي النيله. راح فين يا سان كينج؟ كان بيحاول يكت كريب ويف لقى اتنين في وشه كانت فوق بالنسبه له. احنا شايفينه هو مش شايفه. هو الحاجه كويسه ان تنكر عايش. مش هيعرفوا يطلعوا هاي جراوند ان شاء الله. غريبه جدا ان هم يلعبوا ايرلي جيم. ما هو مسكو انت شفت تينكر جاب بوتس في ترافل مينت 20 ولا حاجه مسكوه بقى يدوروا عليه في المابا. فين تينكر؟ انا عايز اروح اشوف تينكر. ده هي وسابوا تايني وسابوا تايني و انا مش عاجبني بس ان تايني بيموت كتير. هو تايني بيموت موتات غريبه بس يعني لا خالص. تايني بيلعب حلو يا جدعان. ده بيوقف بوشات وبيكت ويفز وبيفورس اربع تيبيهات. هو يعني هو بيلعب الرول بتاعه ساكريفيشال لاند ترابيزات بينج وبلياردو. هو الفرق ايه في مش عارف حاسك مش عارف. هي انا مش شايف ممكن يعمل الكلام ده من غير ما يموت يعني هيبقى افكتيف. هي الموته دي طبعا مش لطيفه. انا ما يعني كنت لسه بحاول ادافع بس ما فيش امل. انا عشان كده بقول لك في حاجه غلط في ميس كوميونيكيشن او في حاجه غلط. حد يعني لا فين ده هو بيدور على جايرو ولا بيدور على لسه مش عارف. بشار الجايه دي هيحاول ياخده دير تو توب. مهم جدا. انا شايف ان هي هاي جراوند ديفنس وما تريسكش ان انت تحارب عنده بس هم يقدروا يكونتستوا حقيقه مع تنكر. ايه ده؟ ايه بين ده؟ ايه ده ولا ايه؟ العبيد ده ولا جيبوه في شوال؟ حلوه بس كله عليه حلوه خالص. رودي لا بيكي بيهات اتضربت بدري هتنكر هينزل وباي باكات. ايوه بص هيقلبوا فايتا والله. باي باكس مع مين؟ وريني كده بقى بسرعه. ايوه جايرو نو باي باك وبين نو باي باك. فلو كسبوا فايتا دي فيها ركس. بص اهو اس اف بقى خليه بقى مفيش التي بقى مفيش ولا اي ولا لا هيقعد سبلت يعني كده. هما لازم ياخدوا راكس دلوقتي. جايرو نو باي باك. مين عمل باي باك من اس ان دي؟ ثانكينج اس كي واي اي كويس سبورتات يعني هما فيفتي فور. اس كي ما بيموت اس كي ما بيموتش بسهوله يعني الاثنين ممكن ممكن يبقى لهم تاثير جامد. طب تفتكر تينكر هيجيب ايه الايتم اللي هيجيبه دلوقتي؟ هيكس ما لازم ما فيهاش. الجيم ده محتاج هيكس ضروري ما فيهاش. هيكس يقعد يبيرما هيكس بقى اس اف او جايرو ورودي يسبانكو وريث كينج. ريث كينج نايس 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 ده خده ده
ريس كينج ولا لا؟ تايني تايني ده دي سي ولا هو باوز ده تاكتيكال بوز؟ قال لك ده تاكتيكال بوز. لا مثلا ما هو كل على فكرة يعني في لقطة كان تيم تشاينيز وما بال ما بوز تخلص ولا ايه؟ لا دي هتلاقي ده عايز يخش الحمام مثلا ما استحملش لا بريشر، رجع عايز يعمل بي بي مثلا، خلاص تبقى الحاجات رجع. دي ده فعلا بوز، ده فعلا ده بوز. غالبا ضرب الكسب برجله، دي مشكلة انا حاسس انها عايز ارجع قدر للبيزنس دي، بالكسب بس للفريج يا جماعة. كابل النت وقع. مش عارف ايوه كابل بيقول نايس تو راكس نايس، نطوا مع بعض حلو فشخ، نطوا مع بعض حلو فشخ. في فيها راكس اهي، ما بقول لك ما هو بقى نو جايرو نو باي باك واس اف ما ايوه اس اف يلا بقى في شوال جيب عاش قوي راكس عاش قوي. يلا ايوه ده بينا. دبل راكس ولا ايه؟ ايوه فيها ضب ما جايرو بس انت لسه عندكم دلوقتي اس اف مات وانا اللي سايبها كلها الايه؟ لا انا ما... لا انا اسف، لا انا اللي بقول اس اف مات فرحان يعني، ما مش قصدي لا ان اصل هو هو مات ميت من يعني. حبه. انا عارف انا فرحان فرحان لا ده اسمه برين لاج، ده اسمه برين لاج. مالك فهو كمل. بعد 3 دقايق اكتشف ان هو ميت من دقيقتين فابتدى يفرح. ومتأخر بتحصل تحصل كده، ما هو ديلي علي 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 تعال تعال يا علي ايرلز دي ثانية واحدة هنا علي. طب ادخل اي شانل يا علي، ايوه عايزين نقرا للشات يا عم جد، احنا عليك كل الشات شانل يا علي. ديسكورد شانل بليز. لا ما تنفيتوش لو سمحت، قلت الشعري نوت ويلكم ان ديسكورد. ليه ليه دول جمال؟ لا يا عم بي علي يا شاعري ادخل اي شانل يا حبيبي عشان اعرف بيهاكو بيهاكو بيهاكو. لو عايز تخش معانا الشانل في ديسكورد اي حبيبي خلاص، مش بيهاكو يا جماعة، قلت الشعري مش بيهاكو. بص بقى كده جايرو معاه ايه؟ معاه جاب اي اف سكادي. انا لو بلعب معاه في التيم هقول له ايه؟ ريبورتد وين اور لوس. ده مين اللي جاب السكادي؟ جايرو وريس صحيح كينج بقى مش هتفرق في حاجة، السكادي دي ما يعني هي هتخليه تانكي سنة، هو محتاج ام كي بي، محتاج باتر فلاي، كان يعني باتر فلاي في ساتانيك، بس انا مش بوتير وان بلاير، انا 3 كي تراش، فانا مش عارف بقى انا يعني ايه الهدف منها. يعني هو اتمنى معهوش انه حتى بس لايف ستيل، مش عارف هو عايز، هم عايزين يخلصوا الجيم دلوقتي، مش عايزين يوطي الجيم يوصل لاي من التانية، بس هو ريسكينج. تشوف الباي باكس بيجمعوا باي باكس ان شاء الله ربنا هيستر، وواقفين تحت التاور. في واحد بيقول لك انت زعلان ليه، ما تسيب الواد يفرح بيت كادي شريف سولي. ما انا لازم ايه ده، في اصلا شباب مصري بيفهموا في دوتا؟ لا احنا بنفتي دي احنا طبيعي. بنفتي مما لا شك فيه. طب هو في فايت تقريبا ما فايت حدش مش علق عليه. لا 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 اهو اهو ها ايوه ايه ايه ليه وي بس ما هو هو مع تنكر فيه يعني هو دخل من غير باي باك ليه؟ هو تنكر معهوش مانا يعني فين ريسكينج؟ ريسكينج فضل 33 جولد على الباي باك وتنكر عايش اي بليف. ايوه بقى بص بروفيشنال تنكر عمل سبليت بوش وقاعدين مستنيين روشان. روشان يا دين النبي ده هينزل دلوقتي، يطلع بره الروش بيت ما تضربش، يطلع بره بين. لا ده لسه ضروري، روشان هيسبون قدام لسه، ده فضل عليه كام دقيقة؟ دقيقتين تقريبا. طريقة غريبة قوي. طب دي ما فهم عشان جايرو بيتهم بتشيز، كان معاه تشيز في الانفنتوري فهو قال لك جايرو هيموت جايرو هيموت، راح ضرب تشيز. يا ميبي هابي انت لو جيت اس ان دي اسرع نت في مصر واحسن نت في مصر، في شباب بتفهم دوتا 2 احسن مني انا كمان، اقوى تيم في الكوكب ان شاء الله بدون مقاطعه يعني. في ناس بتفهم كل حاجه. علي الشاعري انت اخيرا معانا والفايت راح علينا عشان تدخلك. مش عارف مش عارف يخش الجراوند هو كده كده، بس هم انا يعني
مستنيين روشان هما. ما روشان لسه هيسبون. يا ربي كونتست روش. هو زيزو مات ازاي؟ زيزو مات ازاي؟ ممكن حد بس رش مش بطلع بتواجيب معي. انت بدخل علي ديزو هقول لك دلوقتي عارف علي بقى بيكلم. ممكن يكون الاوبشنز بتاعت ديسكورد. هلو اهو بتكلم ازيكم يا جماعه. بات رايدر قفش يا شريف. هلو علي قفش تنكر. ها قفش تنكر ما بات رايدر بقى شغلته. هو ده جيم نمبر كام؟ ده جيم ده بيست اوف 1 تقريبا. هو جيم نمبر 2 بيست اوف 1. لا هي جيم هو يعني بيست اوف 1 جيم نمبر 2 اللي هو جيم نمبر ليترلي جيم يعني قصدي جيم سويدن ده كان اول جيم وهم كسبوه بيست اوف 1. ايوه بالظبط كده تمام. ده جروب ستيج. جروب ستيج هم معاهم 3 بوينتس يعني دلوقتي. الحمد لله احسن. الحمد لله كسبنا 3 بونت. في سموك. الفريق ده كويس يعني. ليفايثن هم بيحاولوا يخلصوا ايرلي جيم او بيحاولوا يخلصوا يرشوا يعني الجيم وقاعدين بيعملوا بيك اوفس حلوه وسو فار سو جود يعني. بس رودي قايم. طيب هو روشان... انا شايف انا جيم لو طول حتى لو جابوا ميجا كريبس الفريق الثاني وليتس هوب ذس دازنت هابن ان هم اصلا تايني وريث كينج وتينكر ممكن يديفندوا برضو ستيل يعني they have a chance even if it's mega creeps against them يعني. That's exactly the point. هم عايزين يخلصوا الجيم بدري واحنا بس ستيل احنا جايبين راكس ميد جايبين 1 راكس ميلي راكس. انا شايف ان انت جايبين ان احنا جايبين راكس اس اف يقوم بالواجب. هو يعني انا مش هكذب عليكم بس والله العظيم انا امبارح بدعي من قلبي ان اس ان دي يكسبوا يا جماعه. ان شاء الله ان شاء الله فايتايا ما عندوش بيت. الفايتايا دي اللي هيكسبها يكسب الجيم لو معيش. لا في باي باكس لسه. اوكي تايني اتقفش بس هو يعني هوفلي هيعمل حاجه. ريث كينج قفش. ايوه تنكر صواريخ. هو كويس ان هم مفوكسين قوي مع تايني. هم بيحاولوا رودي بيجروا من رودي بيحاولوا يوصلوا تنكر مش اكتر. هو خلاص بقى هي كده ريبيت هياخدوا روشان. نايس 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 2 كيلز فور 1 تايني باي باك. عجبني قوي تايني الفايت ده. هم الاذر تيم باكو. عجبني ان هو فتح يعني ويست عليه كوميتد عليه التي بين وفتح بيه كبير. اوكي لسه في باترايدر هاي جاب ان شاء الله. لا ده بقى علي انت مأخر شويه صح. انت بتتفرج من الستريم عندي. بتتفرج زيي على الستريم. ايوه يا علي خلينا وانت الكاست بقى نعمل شانل لوحدينا ونكاست. لا علي خش على دوتا 2 اتفرج من ان جيم عشان تبقى ما طيب استنى بقى انا بس شير الستريم يا علي. شير يا امجد هديك يا جماعه. اي حد بيشير الستريم امجد بيديله 100 دولار. طب اشيره فين؟ اشيره فين يا امجد؟ فيسبوك اي حاجه يعني تعامل شير وخلاص. قصدك اللينك يعني على طول. لو عملت شير على الفيسبوك وجالك عليه اكتر من 25 كومنت امجد خلاص يا شريف. خلاص يا شريف خلاص انا اسف. فايتا كبيره على 100 دولار يعني. فايتا كبيره لو قتلوا جايرو ممكن ياخدوا روشان. ايه ده؟ ما تسيبوش ريسكينج. ايوه جايرو ريتريت بدي دي يعني ده الفايتايه دي كان جايرو بياخدها بدي دي. يا لهوي ده مش شايف ابن الكلب. شايفين عامل باي باك. وسانكينج عامل باي باك. ايوه تنكر. ايوه تنكر نايس نايس خجي جاي خلاص كيف شوي تعال يعني فيري فاكين ويل بلايد. تعال باي باك احلى حاجه تاني طاينه توصلهم جوه. نايس سبيس. اوه بقول لكم ايه ببجي عملت 9 جيجا ابديت. اي نيو ابديت نيو ابديت فوق دي تنكر ده قوي. تنكر قوي قوي. يلا تنكر ده بقى يعني عايز اعرف تنكر. ايزي روشان يا رب بقى فرصه هاي جراوند. ولا انا حاسس ان هم هيستنوا باي باكس وبالايجز. هو شاد فين معوش باي باك ده 100% لو كان عمل ميديا. رودي معوش باي باك برضه. رودي معوش باي باك. جايرو معوش باي باك. محدش معاه باي باك في الجيم كله غير بات رايدر. ما بص هو عاد كيكزور يعني بيست تنكر ايو يعني بيست تنكر فيري فيري. ايه ده ايه ده ايه ده دخل عادي كده شهيد. لا مش شهيد.
رودي معاه التي ومعاه نوليفاير هيصحى هيديله على بوزه بس ما ياخدش روشان بس ايوه بقى اجري يا كلب يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه يا اوكيو ناي شهيد لا بات رايدر ده يعني زون ايوه بس كده خلاص ولا 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 لم الفلوس لا ايه ده لم الفلوس تعال 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 رايح فين ايوه هيجري نايس يا ابن اللعيبه بوش بوش ميد بوش ميد نو باي باك ده كان كيل ذم اجن ينفع يقتلوا بات رايدر ده هو كله ميت غير مفيش غير ريث كينج طبعا رودي فاست رياكشن يا جماعه الولد ده تعال قال له تعال اخد الايجيز واخدك انت شخصيا واخد التشيز واخد ماما وبابا بات رايدر اخد الريفرش شويه قال لك واخد ماما واخد بابا لا عجبني رودي عجبني الرياكشن على طول تعال المحضر السلوت بتاعت هو معلش يا جماعه عشان انا بس يعني انتوا عارفين ان انا معتزل عن الملاعب بقالي اكتر من سنه هو الايتم اللي مع ريث كينج اللي بتعمل ده نفس السؤال عايز اساله والله الليفاير ده بتوقف كل السبيلز سوري الايتمز اللي عندك يعني لو اتحطت على على الانمي يعني اوركيد بس للايتمز للايتمز ايوه بس لا يعني لو مثلا معاك دجر كان نوت دجر لو معاك بي كي بي كان نوت بي كي بي ما انت ايوه ايوه ما هو ده بقول الايتم ثانيس الايت زي الدوم بالظبط لا الالتي الوحشه دي نايس نايس رودي شهيد نايس بس يلا موت يا اكس مايك هو ليه ما عملش السكلايه مين ما عملش السكلايه هو مع خلاص جي 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 يا جدعان خلاص مع ايجس ومع التي وبينتحر وهيموت روكت مع تشيز ومعاه ده بص معاه فاهم فاينل بوس فيش فاينل بوس حلو فاينل بوس فاينل بوس يا رب يا رب وريديانس وتعالى خش يا ما تجيبوا الفينش تاور البيز ما هو عشان لا دي بقى حته بقى حته المصري بقى دي حته مصر لازم نخش نجيبهم من دي دي حته المصري اللي عارف انت الزول علمت عليك عشان اشوفك بعد كده في حته ثانيه ده نفسي انا بسوي كمان الشغل انا كمان اما كده كده يعني ان شاء الله جي جي يعني ان شاء الله باذن الله هو بس ال كيو كيو يجيب ايتمايه عدله كده بس اللي هو ايه يعني بفكركم امجد واعد الستريمرز الناس اللي بتتفرج اوه بقى بوظت لي الستريم انا ايه اللي خلاني اجيبك يا اخي يا جماعه امجد واحد لو كسب الجيم ده وكلمت بحبك يا امجد بصوت عالي في تخش على الشخص تخش على صاحب 100 دولار شريف نفسه اصلا شخصيا هيخش على الصح اه طبعا ده وش انا بخش كل الجيف ويست بتاعت امجد يعني اصلا ما بتخش ولا واحده والله لا بتروح لمين لا لا بتروح لناس حقيقيين خلاص بس حكاية انا لينكن سفير يعني ده 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 الف يعني هو انا عندي سؤال بس هو اس اف غبي ولا متخلف معلش هو بيخلص الجيم بدري ايوه بالظبط هو كده ان هو يخلص الجيم بدري فدي كانت الايتم ده ده بص يا يعني خلصت بقى اصلحلك عارف لما تبقى تايه عارف انت بقى مشيت كتير في الطريق التايه فيه ده فضل مكمل فيه انا مش عاجبني ان احنا متاخرين كده خلص لا لا بس ستيل يعني ستوبيدست بيلد يعني اس اف صراحه هو كان هو بيبل عشان يقلي يخلص يا علي انت لو شفت الجيم يا علي انت لو شفت الجيم هما يعني احنا المفروض باي مينت 30 سلايس تكسب بس اللقطه ان اس اف كان بيوند جود لايك اساسا يعني هو كان قايم قومه بنت كلب بس على مين بقى وتينكر بوتس اوف ترافل مينت على مين يا صينيين بالظبط كده الايجس احنا ما ينفعش نشوف الايه الايجس في مورتال الفضل ده ايه عارفين المرعب المرعب ايه ان كل ده ورودي اصلا ايتماته يعني ما هياش ما هياش دامج ما هو ده ريث كينج يعني هو اوريدي لا هو تايني برضو يعني يعني فاهم كيوت قوي لا بس عادي هي البنت كده الريديانس ممكن تشتريها دلوقتي على اللايف ستيلر الباي باك ستيتس بتاعت الباي باكس اي دوس اي دوس اي ام جت قول نو خلاص ما بالظبط تايني هيبقى عنده باي باك قريب تنكر قريب برضو باي باك ايه تاني ماشي تنكر معاه جايرو كمان دقيقتين ثلاث دقايق يعني في سمول ويندو فور بوش بس ريس كينج دقيقتين برضو فيعني سلاح ذو حدين نوعنا هما كده كده مش هي يعني ما يعني احنا كده كده فارمينج يعني واحنا اقوى لو فارمينا يعني
طبعا. اما they're not gonna push you. احنا عندنا map control برضو ان احنا they're not gonna push us فاحنا قضي map control في قشطة. جايرو محتاج فرم. جايرو مش useless يعني جايرو ميكيو الساتانيك وهو معوش ام كي بي. مش هعرف يجيب ولا دي ولا دي. الا لو فايتو. فا most probably ايوة. force is دي دي رون. اه الايجيس للصراحة. سعادي برضو. ولا هيباكو. اه خلاص. روشان هيسبون ايرلي كده كده ما اعتقدش هيفايتو هاي جراوند هو الايجس يعني هو يعني الحمد لله الايجس هم داخلين راح تدع برايد اكسبايرد فراحوا لفوا ورجعوا محمد ممكن كابتشين انا عايز حاجه بيقولوا يعني تلاقيهم زمان بيقولوا احنا كده كده بنفرم فمحدش ايه دي راحه فين دي هو ايه الايتم النكس ايتم للريث كينج علي شايل بنت راجل تايني تايني بيجيب اسولت وريث كينج اعتقد اعتقد هيبيع ال نوليفاير دي لا هيبيع بليد ميل بليد ميل هيبيع بليد ميل سوري بليد ميل ماشي ويجيب ايه بقى اغلى ايتم في هيجيب باش مونشارد مونشارد جريد باش مونشارد هيشتري مونشارد ميكيو هو المونشارد في كل طب ليه ما يجيبش جريد باش مثلا هي مونشارد جايب اثنين هايبر ستون عشان معاه لوك داون معاه لوك داون هو الشيف بيسال ليه يعني ما يجيبش الثاني عشان معاه لوك داون هو بيوجع دلوقتي هو اللي عايز يعمله انه يستنى حد يموته We don't need more disables يعني اه عشان في تينكر وكده صح؟ في تينكر وكده صح؟ في تينكر وكده لا عادي انا بفكر معاكم يعني بحب بس عادي طب يا ريت انا عارف كل حاجه يعني مش مستني اجابتك بس كده تختبرنا يا شريف تختبرنا اه لا معلوماتك كويسه لوجيك كويس الصراحه انا بحب الابيوز بحب استن تايني وتينكر معهم باي باك واس اف جايرو جاب منشر امتى؟ مين ادى له المونشارد؟ هو جايرو ده الايتم بتاعته غريبة صح؟ يعني حاسه كده هو عشان ريث كينج ما يتوش الطوش فمشتري تانكي شوية بس مش هكا يعني لا ايه اوه بس فهم بيأخر ليه كده بيأخر ليه هو عايز ينجيج في وسطهم ويموت في وسطهم أخر ليه؟ هو عايز ايوه اس اف عمل ايه بقى ما عملش اي حاجة ولا عمل اس كينو باي باك ريتريت طريق البيزا منين غلط رودي رودي بقى يعني جات كايتد سو هارد يا دين امي كجزر يا والنبي اجري يستحق تجري يا ابني والله نايس تراي هو انا عندي اللعبه عملت بج حد ثاني ولا أيوة اه فلو افتح عادي عادي غلط كده غلط خمسه قاعدين بيحاولوا يقتلوا رودي ومش عارفين بيجروا منه دلوقتي ببلش مش تمام اتس جود يعني تخيل خمسه واقفين فوق رودي مش عارفين يعملوا معاه حاجه وتنكر باي باك تنكر عشان كده جري تقريبا تنكر باي باك انا اللي بقى بقى حد تاني لا 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 هي بقت سيكا وفكت يا انا مش عاجبني خالص الفايت اللي فات ده وانا شايف هادي اتقفش قفشه وحشه قوي هادي اتاخر قوي اصلا لا أوي. كان هو انا فاهم عايز هو مش عايز يخش عايز يكاست التي استنى كل البيكري تفتح وتفسي يخش هو ملبس هو اتقفش من بيت من بين ولا ايه اسمه بيني بات رايدر ولا ايه رودي وكمان رودي فلانك حاول يفلف من ورا بين عمل له سليب 9 مرات مثلا انا عاجبني انا مصطلحات ببجي ما دوت هو دخل نورث ويست اب هيل لا هو فعلا هو الباكه بنك دي كان عند الشراين انا 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 اللمبه عندي اقفل يعني اقفل الجيم لا لا نبعت لهم نبوز الجيم لحد ما علي يا ريت يعني عشان بس صح. مش هينفع كده مبوظين لي ال اه انا عارف لا في واحد اهم شخصيه في مصر يا جماعه الفايت دي وحشه قوي الفايت دي وحشه قوي بجد طب الخير يا فخرو عامل ايه على فكره فخرو هو اللي كسب ال 130 دولار اه اوه طب احكي لنا بقى عملت ايه بال لا فايتس احنا بنخسر فايت نخسر فايتس والله نايس 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 جايرو ديد ما هو رودي فاينل بوس يا جدعان ما فيش ما همش دامج والله ما همش عجبنا الفاينل بوس دي بس معه باي باك فمش هيعرف يبوش او هيضطر يفرصه باي باك وتنكر عايش غيره موجود واسمه تايني معهوش باي باك وحش قوي الداجر ده ما هياخده رشان حلو ما هو لا جايرو لسه باي باك كمان فحلو بس هم هياخده رشان تينكر بقى لازم يعني يمسك الينات غسيله ومكوى كده احنا استهبلنا احنا كان لازم نخش التاور اللي في انا تاور تير 3 تير 4
لا تير فور مش هيفرق كتير، اس اف كده كده اصلا بيضرب كويلين على الويف بيوقعها، مش كيف بوش الميد لسه يعني مش فارقه قوي. هي بوت بت يعني هو تينكر تي بي بوت وبيبوش بوت فهيديلي، لا مش هيطلع، مش هيخلصوا الجيم، ممكن يفرصوا راكس او يفرصوا باي باك، بس المفروض يعني يا عم لا يا عم لا مش عارف يبوش اصلا تينكر بيوجع تينكر وايه ما في بات رايدر معاه بي كي بي، في بات رايدر يعني ممكن يعني معاه. انت شايف احنا ليه بنخسر فايت، ليه بنخسر فايت وايه اللي ممكن؟ بص بات رايدر، بص ركز مع بات رايدر يا امجد، مع ريفرشر ومع بي كي بي، فمع اتنين لاسو، فممكن يولد تينجر مدى الحماة او يولد حد مدى الحياة. بص نص و اس كان ايه ده نايس نايس يا عم، فرصة بي كي بي حلو فشخ، وانت كيكزور بسموك وقاعد بيدي صواريخ. ايوه بصوا مش عارفين يقربوا يا جدعان الحقيقه. فيري ايه اللي بيقول ده مين ده قفش مين؟ مش مشكله they still have space to grow damage whether مش عارف ايه هيموت بسرعه. لا ما تخافش، الليد جيم اعتقد ان هو في اس ان دي way more than the other team. يا عم عادي، هما كده اس ان دي جايبين راكس ميد فمش فارقه قوي يعني لو جابوا ريد ميد ده. هي فاهم a piece of هما هيباكوا اساسا. بس حلو كده قوي ريس كينج فاينل بوس مرعب فشخ يعني. لما لو دخلت في جيم بوب وشفت ريس كينج بالمنظر ده يعني اف كي بيس بشد املت. طيب يا كويس رايح يجيب مون شورد. طب انا يعني عايز اسالكوا سؤال يا جدعان، يعني انتوا بذمتكم لو جيرو مش بيبلد دامج، ذير از زيرو دامج اون جيرو، لايف سكادي مش كفايه ان هي تقتل ريس كينج؟ جاب ستانك دلوقتي يعني. هو طب ما النالفاير مع ريث كينج يعني مش عارف، مش فاهم زاير ده فعلا. استغرب. يلا اشتري من شورت ولا يسيف باي باك ولا ايه؟ لازم باي باك. الباي باك يا ماو هو السايبرس محتاج 500 جولد هيروز كلها. ايوه شوف محتاج 500 جولد ويقدر يشتري من شورت، فهو بيفارم دلوقتي. هجيب المون شورت ان شاء الله، بس ما اعتقدش ان هو هيلحق يعني. ولا ايه ده؟ لا خلاص هيلحق. يلا مون شارد، نايس مون شارد، نايس ايزي كاتكا كونسيوم. بس ناينوت لا خش ايه ده بين بي بس بين يا دين 90 فرصة ستاف على بخارة جايرو. لا حلو ان شاء الله حلو. البي كي بي لسه لفه الاس اف ما يشوفهاش بقى، يا رب ما يشوفها. قال لك 90 فورس ستاف على جايرو. باي باك يا عم ريف كينج. يلا تينكر قاعد من ورا مقضيها، هاي باكو بقى تاني. هو خلاص كده اس اف مش هيعرف يسكيل ليت جيم. اخد الجيمناي جود ويل بليت جود جوب، حطها بقى في الكورير. انا عاجبني وسط كل الدوشه دي زازو فاهم. هو شادو فين كل ده؟ ما كانش فاهم زازو كلوتش الجيم ده، كميه كلوتشات بيبلينك من حاجات ما انا ما بعرف يعني. بسم الله ما شاء الله. انا مش عاجبني ريد كينج عمال يموت. اوه الثاني هو مش عارف ايه التي بي دي الحقيقه يعني. هو ما كانش شايفهم، هو من وجهه نظره مش شايفهم على فكره يا جدعان. ماتشيز وجايرو معوش فلاك كانون ومعوش اي حاجه، ممكن يقتلوا جايرو. يلا اتضرب ستانك على كريبس، نط عليه يلا. ولا توريسكي، انا مش شايف توريسكي حقيقه غير نوم انا ولا نوك ونوفلك. بس ما بيك بيم اذا توبراكس هتقع. في رينج راكس وقع توب نايس. ولسه كله ما جابوش الميد راكس العيال تاني. في تي بي فوق اتعمل هم رجعوا جيم ده انا حاسس ان هو لحد بكره. لا بس ولت مش عارف بصر. مش عارف ايه اللي ناقص. طب ايه يعني؟ هي مش مساله ناقص انت يعني. الجيم انا شايف يعني. لا انا شايف سينكينج بس هو كاست التي داجر على فاهم يعني. هي انا دي اللي ناقصنا. لا بس اقول لك على حاجه، بس التي انشنت في التي سينكينج دي والملت. لا ما لا التي سينكينج زيرو دامج عشان معاهم هود اصلا التيم الثاني. ايوه بس ستيل برضو السلو مع لا ازاي ازاي علي بس في سلو برضو بيفرق بيزغزغ يا عم. لا يا بابا انت مش فاهمني، بتدي تايم سانكينج الريد كينج ان هو يدمج فيهم اكتر. انت عندك 5 هيلز و4 هيلز سلو.
هو مش بيتكلم على الدمج، شريف بيتكلم على السلو ان تراث. ايوه طبعا يا جماعه اكتر مش الدمج. انت عندك أيوة. واحد زي شادو فين ده طياره ايوه انت انت كده كده الاسكادي على ودي بيبقى برضه هي مش فاهم ايه ده ما هو اجري منه مش هيضرب. بتكلم على جايرو مش هيضرب فيها يطلع يجري منه جايرو. ما هو جايرو جايرو على فكره ما اعرفش انا دايما بحس ان هو بيتكون والفايت ما بيلبسش حلو. فايتين اللي فاتوا احنا ما واقف ما بيضربش عارف يضرب. ايوه كايتنج فورسات في ايول في مش عارف لا مش كايتنج بمعنى الكلمه ضرب ثلاث فورس ستاف 3 فورس ستافس اتضربوا على جايرو هيعمل ايه؟ اللي لازم يموت الاول بين عشان بيخلي بيوقف رودي بين وبات وبات رايدر يا يعني. جماعه رودي 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 بيدي الاستنايل بين كده يعني هو كده كده رودي بين لازم يخش يعني لازم يتقتل اول ما تخش بات رايدر ده مقرف. الجيم يا جماعه داخل في ساعه احنا بالناس لا هيطول اكتر من كده هيطول اكتر من كده ما ان شاء الله خلاص لا 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 hopefully not هو بس فايت كده كويس كسبه صح انت انت if you think about it بص التوب التوب لين بيبش اصلا فهي فايتايه هم هي تي بي هيعملوا تي بي توب يخشوا يخلصوا الجيم خلاص. هي السكيل بتاعت دي كانت تبع مين الرينج كريبس بتاعتنا توب بتبش بتبش اللين فشخ بدا يلعب. بص هقول لك حاجه يا علي ده نيو ميتا اس اف التالنت بتاعته 25-40% كول داون التري بتاعته لفت وهو اصلا معاه موفمنت سبيد 80 مليون فاهم 480 موفمنت سبيد بيكاب بيكيب اب بسهوله يعني لو هم كلهم ماتوا اس اف الوحيد الباي باك يعني كده هيخش يقتلوه يعني اكيد طبعا. سو الجيم ده ال ليفايت يعني زازو بيبوش توب عشان يخش يجيب الراكس انا خايف لا هو الجيم ده هاي ستيكس هو الباي باك الجديده سيئه انا خايف صراحه. تينكر تينكر مع باي باك اس اف مع باي باك و ساند كينج وتذكر مع باي باك الباقي ورست كيس سيناريو ايفن اف ذي لوز يعني الحمد لله ذي وان ذا فيرست جيم ضد التيم الصعب يعني لا والتيم ده خسران جيم اصلا فا ان شاء الله شايفها جدا ايزي ايزي والله بس احنا نركز بس هو رودي رودي هو النوك انا شايف نقفش في بين بين والزفت تاني بات رايدر يتقفشوا كده يتموتوا انستنت الفايتر اسهل جدا تذكر معاه اجن مسطر رودي رودي هيجيب اسمه ده اللي هي بلاد ثورن دي ميكيو ميكيو هاف الكويك باي جبل مين مش عارف جبل مين سانكينج برضو واقع شويه كان متخيل هو مع ايتنز اكتر من كده انت خلي بالك برضو ان باتون دي بتوجع فشخ ده كريت والانكريز كريت شانس بتاع تريس كينج في الباس بتاعته بتبقى متخلف روشان فضل عليه تقريبا دقيقة او دقيقة وشوية وجاير لسه ما بيجي ميمي كيو باترفلاي وش ده هاخد روشان بقى العملية تبقى متابعة شوية يا جماعة عايزين قرع يركز شوية ايه يا كومز ده انت جيت امتى بقول كده والله يا كومز انا شايف سانكينج تانز والالتي بتفرق تدي سوس كان هو برضو معوش واقع شويه فبيموت معرفش معوش ايه ممكن اقول لك حاجه هي فكره في قلعه بس ده هو اندر فارم وتاني حاجه هو يعني مركز فشخ في الليد فمش مركز مع نفسه فاهم قصدي هيستن هيستن هتلاقيه مركز اكتر مع رودي وبتاع ده واسمه ايه ده زازو فاهم سموك وستي سموك قرب سموك مش فارق معاه هو هو بيحاول بس يعني يطلع ستانز او كده يعني على قد ما يقدر وخلاص هو كده كده استنى اس اف وجايرو وبات معهم بي كي بي فما صعب جدا يلاند استنى يعني كده بالظبط يعني ده هو خد بالك في حاجه تانية برضو ناس مش واخده بالها منها ان اول جيم كان صعب جدا تاني جيم فهم داخلين تاني جيم من اول جيم صعب في تاني جيم برضو داخل في ساعه فده مأثر اكيد على التركيز طبعا لا هم قدها ودوز اكيد يا شريف اكيد يعني you have to believe يعني ناس بتلعب هنا في اس ان دي على برايس بول 5000 بيتخانقوا مع بعض وتلاقي تنشن ومش قادر اكمل الجيم وفاهم دي احنا قاعدين كده بنتشل وبنضحك بس لا يا جماعه الناس دي اندر بريشر جامد جدا ف لا لا معلش البريشر في اس ان دي اكتر بكتير لا عشان انا بسيط عليكم دي حاجه عشان لا عشان اورجانيزيشن كبيره بقى فالواحد طبعا لما يكون لما يكون الفاندر شريف لما يكون الفاندر شريف
مش قادر يا جماعه. هيتقفشوا 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 هيتقفشوا. ما هو روشان ده اللي اخد روشان. انا عندي فايت بوست ده جيبوه في شوال. فين ده راح فين؟ سموك راب اراوند. ايوه تينكر. الله بص بروفيشنال تينكر كوماند. اوه ايوه اوه بيم. اوه فلاور سين. ايوه ايوه نايس ساتانيك جايرو كوماندد افتر جيم. بص قاعدين بيكايتو زي فرودي. ماشي يلا بطل بلا. نايس قتلوا اس اف. يا دين امي في ايه اللي حصل؟ 90 بقى اي باي باك ساند كينج باي باك تايني باي باك اس اف وخلاك. طب جايرو بيموت. بص قاعدين بيكايتو فرودي برضو. خلاص يعني لازم يديروا سبورتس. فوكس اون ذا سبورتس. والله ما هو بيكايتوهم تايني التاسكر معاك. نايس يلا نايس. اوبا مفيش دامج. نو دامج نو دامج دبل دامج. لا دبل دامج تخيل الفايت نوت. نايس يلا قلت كيو كيو يا جدعان. يلا فينش فينش خش. والله ما فيش معاهم باي باك يا ماو. باي باك جايرو معاه باي باك. يا عم مفيش غير جايرو هو عايش اصلا. اه ممكن يموت. ما في ثلاث ولا بايباكات. عندنا باي باك ولا باي باك. عندنا ريف كينج. معانا ريف كينج. ريف كينج عمل باي باك. لازم ناخد الدريفت ده دلوقتي على الصنايه بتاعت روشان دي. خد ليجز. نايس 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 نايس. جيب جايرو جايرو بليز ريب. تنكر بقى بيكي بي هوبا. تايني يا جدعان تايني. ركزوا معايا تايني. اه تجزر بيست تينكر ايو وافريكا. طب 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 الجاب طب الجاب طب الجاب ان شاء الله. خلاص هو مين اللي اخد ايه بقى؟ فين الريفريشر شارد والتشيز والكلام من ده؟ تشيز مع تشيز مع رودي استخدمه اهو والايجس معاه والريفريشر تايني خدها تقريبا ايزي. لا ما خدهاش. مين حد عملها؟ لا حد خدها وعملها في فايتايا. انا هشوف مين عشان بس يعني بقى ولا اعتقد اللي هو تايني يعني تايني اللي عملها. ما انا بقول لك اهو. نايس جود بليس. مش جيم استامينا. مين عنده استامينا اكتر؟ التركيز ده مركز. انت تلعب جيم دوتا اصلا تحت ضغط زي ده لبعد ساعه صعب جدا. انا بس انا عايز اقول لكم حاجه يعني لوك احنا دي مثلا this is our third fight to third fight نعمل فيها باي باك وهم ما يعرفوش يبوشوا برضو بسبب ان ريث كينج عايش. وسيبك ان هو ريسكينج عايش وما تاني حاجه أفشر. حتى أيوة. لما حتى بلاش المنيحه يلا عادي عادي رودي. ما معاه ايجس معاه ايجس ومعاه في دي دي في دي دي في دي دي هياخدها ويخش الفايت. أيوة والله هيشوفها ولا مين ده اس كي. أيوة أيوة. يلا بينج بقى بينج بينج ايوه يلا رودي سيلفو بلاي حتى النبي دي دي يا جماعه. وتاني حاجه يوم ما كلنا كنا ميتين وما كانش في غير اي اي والترنكر اللي عايشين ما عرفوش يبوش يبوشوا برضه هاي جراوند. ف this is الحمد لله يعني جود. ويس اف تراش كده كده اساسا نو دامج فان شاء الله ايه مش هيبوشوا بصراحه. هو مش نو دامج قوي يعني معاه بلود تورن برضه بيوجع يعني. اتاك سبيد ان ترمز اوف اتاك سبيد وبوشنج تاورز يعني. والله بص انا رايي لو دخلوا قتلوا بين وتنك وتاسك يعني الفايت هيبقى 100% easier if they focus on the sports scene. يا سهل بيدور على تنكر. too late too slow. يعني الناس انا سامع بره عصابة. طب شو تخلي الناس بره عاملة ازاي وعلى الفيسبوك وعلى الفيسبوك جروب بتاع Egyptian Data 2 كوميت وعلى الناس. انا مش فيه بقى اعمل طيب ماشي اوكي اعمل لك شير للستريم هناك اصلا الناس بتابعه جدا ودي حاجه كويسه جدا ظاهره كويسه ان الناس بقت تتابع الناس بتاع الدوتا يعني بقت تتابع لما حد يستاهل جاب بلاد ثورن. لا بس عامه بقول لكم ايه جاب بلاد ثورن وحطها مكان البوست ترافل. بصوا بطيء ازاي فرخه فوق بطه بلدي. ايه ده يا رب بلاد ثورن بلاد ثورن. اوه يا عم يخرب بيت القرف. انا بتفرج يا امجد في الشاشه الكبيره عندنا. مش هتفرج على التيم بقى طيب عشان ابقى فاهم بس اللي بيحصل. بس تعالى امور
قتل تينكر. لا ما قتلش حد صفر. ماشي تينكر مع باي باك ريسكينج ماي باك اس اف نو باي باك بيزا في ان يا جماعه كله ده بيزا بقى كده يلا بينا. طب اقول لكم على حاجه والله العظيم انا كنت شايف انا شايف ان ريسكينج يسيب الايجس بتاع ده لتايني. تايني يا عم ابني ما كانش فيه شانس ده انت فاكر لو تفتكر علي كان نط عليه وخدها ايوه انا بتكلم عامه بس يعني هو اصلا ما بيموتش يا ما وهم ما كانش ينفع دي حاجه حلوه فشخ بغض النظر فعلا التاسك بتاعهم فشيخ بص كده يا ابن بستكاب عم بيزق طب بص هيزق رود دلوقتي لو جات له فرصه ايوه نايس هيكس اخيرا نايس هيكس نايس تن نايس تن يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه نايس جايرو تاني والنبي جايرو تاني والنبي جايرو بليز لا خلاص ايه يا جدعان ايه يا جدعان والنبي جايرو هيموت تاني النبي جايرو تاني هيموت تاني يا دي النيله ايوه يا ابن الكلب ايه ده مش انا والمصحف من انا ايش تجيبنا راكس توب عمت لا مش ايش هو بيتكلم على التكريع اللي في النص دي لا تكريع ايه ده مش انا انا بتكلم على في حد اتكلم من عندي بس ده يمكن اللي وراك ده بيتكرر على حاجة لا مش عندنا يا عم كي مكررتش هو بجد سليم بجد سليم ايه جيت بص فايت كده هو في حد كرر؟ هو في حد كرر؟ اوفر اكسايتمنت اوفر اكسايتمنت عارف انت اللي بيفسي لما هو كده برضه انا مش عايز اقول لكم انت جاي بقى في اس ان دي بالساوند سيستم طالع شغل عالي قوي في ناس بترجع في نص اللي انا مش دلوقتي طب مين يعني مين؟ اولهم فوكس انا سامع صوت فوكس من هنا فوكس مش عارف يعني قلبي يما ايش بيقول لك صح يا رجاله ديفاين ده الجيم ده متعب نفسيا انا مش متخيل مش عارف هم بقى عندهم احساسهم عامل ازاي في الجيم يعني انا قاعد بتفرج من بعيد وهجيبه باش يا شريف شوف قلت عايزين بس خلاص جددي ان صحيه هو الباي باك موقفه ايه لا باي 9 تينكر ورودي معاه تينكر ورودي زازو ورودي انا حاسس الكايتنج يعني موضوع مستفز قوي ريد كينج ان هو ما في يا اما بيفورس يا اما بينام يا اما مش عارف يا اما التاسك بيزق بيبانشو موضوع كتير قوي كتير قوي يا اما بيستوبل قرف هيشتري يابس الباش دلوقتي هيشتري يابس الباش هيمسك حد مسمره في مكانه قلت كده يا جدعان يتمسك انت صح انا الصراحه كل واحد يمسك في واحد هيك واحد يتكس واحد ستان واحد باش كده خلاص بقى اركزوا عشان فعلا مستفزين جدا جدا يا جدعان بس والله والله العظيم هم لو قتلوا بين وتاسك هيكسبوا الجيم يا بابا بين وبان وبات رايدر برضو وشاد فيه بس هو بين انا معاك بين لازم بين وتاسكر هما الاثنين بيكايتوا كميه يعني بيمسكوا بريسكينج ده دوج حاجه بس عامه جايرو بيجيب ديفاين انا الحقيقه مش عارف مين لا احنا هنجيبه يا جماعه احنا نفتح الكاميرات ونفتح المايك هنجيبه اللي جاره ده هنجيبه هشام ومكسيف يقول يعني هو غالبا اتخض يعني حاطط حاجه في فتحه بتخض راح مجرع عارف لو فتح بقه راح يطلع في واحده بتولد عندنا في لونش عادي فيصل حد ايه ايه ده احنا كسبنا كوب بيقول لي احنا كسبنا خلاص اقفل يا ابني الاستريم تعشى لا 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 استنى اهي اللحظه الفارقه اللحظه الفارقه بتريدر داخل اس ان دي بيترفع في الصين كلنا قرينا يا جماعه عند الشات هوبا يا بابا جيم يا امجد والنبي نايس 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 ايه بجيم هو ده هو ده انا جايب الجيم اهو يا عم ديفاين بتكتب مش شايف ديفاين نايس يا امجد انا شايف الجيم والله العظيم اقسم بالله شايف الجيم يا عم كنت قافل جاي مش شايف الجيم مش فاهم زير نو باي باك زير جد بس جي جي خلاص نو زيرو تعالى امسك ده امسك بين موته بين الكلب موت بين ده
ايوه بقى موت الخرا ده. استنى شيف السيف بيعمل ايه؟ يس يا جدعان يس. قلبي قلبي لسه ما خلصش. انا بابا بيقول لي احنا كسبنا الجيم ماليش لسه ما خلص يا ابني. هو بيقول لك كسبوا يا ابني. ايوه هو عايز يتفرج عايز يتفرج عادي يا جماعه. ما كانكم ما سمعتوش حاجه. احنا لسه الجيم شغال. خلاص احنا بنكسب. دخل ماد ديفاين. جايرو دخل ماد ديفاين ومين اخدها؟ خلاص يا جدعان. ايه دي خلاص خلصوا البيزا. ساند كينج. بص ساند كينج بيضرب في البيزا بالديفاين. دي جي هتفرج على ايه؟ صعب جيم صعب يا جدعان على فكره والله عظيم. تيم اس ان دي لا يا جماعه التيم ده لا ده طياره طياره. انا هكلم بوب حالا يا جماعه. في اجواء احتفاليه في جيم تالت يا جماعه كمان على فكره. ريتش كيس لبعض ناس ايه ده؟